الله سووها ولدنا والله سووها تقوى الشبك والطاب وحطوها الله كل العراق ينادي بكم وسود بلادي كل العراق ينادي بكم وسود بلادي كل العراق يهلي والفوز كلها تهلي اسود وتزرق ويا محلى ولد بلادي العب سووها ولدنا والله سووها حطوا الشبك وطوب حطوها الله سووها ولدنا والله سووها شقوا الشبك وطوب حطوها الله كل العراق ينادي بكم وسود بلادي فرحون سود بلادي فرحون وعدونا بالكاس نجيبه وعدونا فرحون سود بلادي فرحون وعدونا بالكاس نجيبه وعدونا الله كل العراق ينادي بكم وسود بلادي كل العراق ينادي بكم وسود بلادي وكل العراق ينادي كل العراق ينادي كل العراق ينادي كل العراق ينادي I'm gonna
كلهم ولا فرق الله شملهم وعيال الخليج وعيال الخليج وعيال الخليج عيال الخليج عيال الخليج عيال الخليج عيال الخليج عيال الخليج عيال الخليج شباب اول شيء مبروكين الفوز وبيضت وجه بناتكم والشعب اللي كان ينتظر هذه الفرحه منكم انتم سببها بعد الله سبحانه وتعالى الف مبروك انا ما لي دور اليوم انتم كنتوا الابطال وانتم تكملون البطوله بس ابي فيكم واحد يتبرع لي ويقول لي انا المذيع اليوم من فيكم مذيع درهم يلا حبيبي قوم بالبداية أكيد مبروك لكل أخواني مبروك للشعب العراقي مبروك لكل واحد ساهم بإنجاز البطولة مبروك للافتتاح مبروك للاتحاد مبروك لشعبنا العظيم مبروك هاي الفرحة ابدا خلاص انا ضيف معاكم مالي خص ابدا منك شنو شعورك بالفوز اليوم والمنتين بسم الله الرحمن الرحيم الشعب العراقي من الشمال للجنوب شكرا اخواني اللاعبين ما قصرتوا طبعا بالنسبه لي او اهدي الفوز رقم واحد جمهورنا اللي حاضر بالملعب من البارحه بالليل ومن الصبح وتحملوا هذا الوقت كله ما قصروا والحمد لله والشكر يعني هذا الحلم تحقق طال الانتظار لفتره طويله وشكرا اخواني اللاعبين جميعا ما قصرتوا ابطال شكرا شكرا لك حبيبي مصطفى حبيبي يعني عندك مبروك لك الفوز مبروك عليك الاداء انا ما صورت الاداء مالتك هيك يعني ما شاء الله عليك فاتمنى لك التوفيق وشد كل الشعب العراقي على الفوز أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة احنا نشكرك على مواقفك يا أبو جاسم ويانا نشكر جميع أخواننا الخلاجة اللي حضروا وحقيقة نجاح البطولة كان بتواجدهم هم إن شاء الله نقول احنا ما قصرنا وياكم أول شيء جميع العراقيين إن شاء الله ما قصروا مبروك جميع جماهيرنا نهدي هذا الفوز لشهداء العراق نهدي هذا الفوز لجمهورنا اللي ضحى اتحادنا جميع القائمين على هذا المنتخب كادرنا التدريبي اخوان اللاعبين اداريين الكادر الطبي حقيقة جهود من السهر والتعب الايام طويلة الحمد لله والشكر بداية جديدة للمنتخب العراقي يا رب ان شاء الله نستمر هذه الافراح وان شاء الله المنتخب ما بعد كأس الخليج راح يكون مختلف ان شاء الله ويا ربي يستاهل فرح الشعب العراقي يستاهل هاي الفرحة يستاهلون بايش مبروك لقب افضل لاعب بالبطوله تستاهل وان شاء الله منها الاحتراف شو تقول للشعب بمناسبه الفوز اكيد اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ابارك الشعب العراقي ابارك الكادر التدريب واللاعبين على المستوى الذي قدموه هارد لك منتخب العماني شكرا لابو جاسم على استضافتنا قناة المجلس اتشرف شكرا للكابتن عدنان درجال ويونس محمود والاخوان بالاتحاد على التنظيم الرائع ويا رب اتمنى من الله سبحانه وتعالى نديم الابتسامه والمحبه والروح بين الشعوب الخليجيين ان شاء الله شكرا لك وايش طلعت متكلم ابو طبر مبروك لك الفوز ومبروك لك لقب هداف البطوله تستاهل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر ها فضل رب العالمين مبروك اول شيء للجمهور اللي يحضر المباراه من اول المباراه لحد اخر مباراه من فاول الزاخو نشكر استاذ خالد جاسم جميع المجلس نشكر القائمين على هذه البطوله من
رأس الوزراء الوزارة الاتحاد. نشكر الدول الخليجية اللي تعاونت مع الشعب العراقي. الحمد لله والشكر، كانت بطولة ناجحة. المهم أنه حصلنا البطولة وفرحنا الشعب، هو هذا المهم والأهم. شكرا لك حبيبي. أبو ذنون، كلكم منتظرينه. أنت وعدت اللاعبين، ماكو بعدين. أنت وعدت اللاعبين. أنا ما راح أقول أنت شو وعدتهم، أريدك أنت تقول شو وعدتهم. عندي مايك. يلا احكي تفضل. يا أخي حضرة المذيع أنت قوي. ماكو. هاي من الحين قام يقول. طبعا اول شيء نتشرف انه اليوم موجودين وياك ابو جاسم بالمجلس. طبعا نشكر جماهيرنا، نشكر كل الناس القائمين، نشكر الحكومه مركزيه وحكومه محليه، نشكر اخواننا القوات الامنيه، نشكر حفظ النظام، نشكر كل شخص ساهم بنجاح هذه البطوله. طبعا وانتم جزء مهم من هذا النجاح. أشكر كل الإعلام، أشكر إخواني الخليجيين كلهم اللي ساعدونا بتنظيم البطولة ونظهر هاي البطولة بصورة صحيحة. الحمد لله والشكر، تعب هؤلاء الشباب لم يذهب بعيدا، حصلوا على البطولة وفرحوا جماهيرهم. جماهيرهم كانت سعيدة ولحد الآن. طبعا للأمانة احنا أنا مشاري موعد، طبعا احنا نا موجودين بالمجلس، لكن الأفراح في كل مكان في العالم، في كل مكان موجود جالية عراقية هي فرحانة. يعني أتمنى من رب العالمين تدوم هذا الفرح على الشعب. ولا ننسى أيضا نشكر سعادة الشيخ حمد بن أحمد اللي كان له دور، والاتحاد الخليجي أيضا انطوا هاي الفرحة للشعب وكانوا على قدر المسؤولية رغم المعوقات اللي كانت موجودة، وكانوا ثابتين أن البطولة تنجح. طبعا اكيد هذا الشكر لهم. شكرا لاخواني كل دول مجلس التعاون الخارجي، الفرق هارد لك لهم اللي اجوا وشاركوا بهذه الفرحه للشعب العراقي. الحمد لله والشكر، قدرنا نحصل على البطوله. طبعا البطوله هؤلاء الابطال اللي حصلوا عليها. لا هسه ارجع له. هو لا بس اذا يطلع انا ارجع. هو زين لازم يشكر اساس تتمم الامور. راحت الفكرة. لا لا ما راحت. اوكي، وشكرا دول الخليج على اللياهم ومنتخب عمان. نشكر الكل، نشكر الفرق، نشكر الفريق العماني اللي كان ناد قوي، نشكر الفريق السعودي اللي كان ناد قوي، نشكر الفريق القطري اللي كان قوي، الفريق اليمني، البحريني، السعودي قلنا انت لا ظل الكويتي كل الفرق اللي كانت موجوده. نشكر الاقطري، كل الاخوان اللي كانوا موجودين واللي اجوا هنا، اخوان بالمجلس، اخوان بالقنوات العراقيه اللي جوا ضيوف، كل الناس اللي موجودين هنا طبعا نشكرهم. اكيد اي تكريم بحقهم هو قليل، اللي سووا انجاز مهم للمنتخب العراقي. كانت البطوله بعيده جدا عنا، مسافات طويله ما قدرنا نحصل عليها، لكن هؤلاء الابطال الحمد لله ممكن نوعا ما انه اخذوا فرصه، لكن استغلوا الفرصه احسن استغلال، انه البطوله صارت ببلدهم وما خلوا البطوله تطلع من ايديهم. يعني لاعبين يلعب لك 130 دقيقه في 120 دقيقه بكل قوته بكل عزمه، يتقدم يرجع. اعتقد هذا الفريق نقدر نبني عليه ونقدر نطلع هاي الروحيه اللي موجوده بيهم ونكون منتخب قوي ونروح للحلم اللي ينتظره كل العراق. الحلم هو صعود الكاس العالم، ان شاء الله هذا نحققه. بالنسبه للاكراميات اعتقد اني هم شافوا السيد رئيس الاتحاد ما راح يقصر بيهم بالتكريم، يعرف، لكن التكريم الاهم هو صار من محافظ البصره الشيخ اسعد العيداني. طبعا مشكور، نوجه له تحيه على الجهد اللي بذله، رغم جهده وتعبه وتوفيره ايضا كان له تكريم بالنسبه للمنتخب العراقي. ايضا الحكومه العراقيه اليوم تشرفنا برئيس الوزراء، كان موجود وايضا وعدهم في تكريم في بغداد. ان شاء الله راح بعد ما نحتفل بالبصره، بكره نحتفل بالبصره، راح ايضا يكون احتفالات ببغداد ويكون لهم تكريم. هم شافوا اكو احد الاخوان اللي دخل ايضا قال انه انا اكرمهم بسيارات. تعرف احنا هنا ما شاء الله تجارنا والناس المتمكنه ما تقصر ابدا، لان الفرحه عندهم
حتى التكريم مالي يكون فرحتين. أنا بالنسبة لي من وجهة نظري أنطيكم إياها عن خبرة وليس عن شخص موجود وياكم. صدقوني أكثر التكريم وأكثر المحبة هو حب الجمهور. حب الجمهور، من تلقي الجمهور تحبك حس إنك أنت سويت شيء لبلادك، وهذا الحب راح تشوفونه مو هسه، راح تبطلون كرة القدم وراح تشوفون العالم شلون تبقى على نفس محبته. هذا أهم من التكريم، التكريم رمزي بالنسبة لنا. أكيد ما راح نقصر وياهم وتدلل الضرغام ان شاء الله تريدونه حاضرين. شكرا لك بس ما اخذنا الزبده. لحظه ضرغام، لحظه شوي، لحظه يا ضرغام، لحظه يا ضرغام، لو سمحت كابتن يونس. نعم. احنا سمعنا كلام كبير في سيارات جايه حق الشباب، صح؟ في سيارات ولا ما في؟ لا في سيارات، ما يعرفون في، صح لو لا في لو ما في؟ وعد وعد. لا لا وعد رسمي. اي رسمي. نفرح رسمي. صفق. شوف شوف، خل اقول لك شغله، مع احترامي يعني انا شيخ اسعد العيداني، من يقول كلمه قول وفعل. خلاص هذا اللي نريده احنا. ها دلل شنو كابتننا العزيز. كمل 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 كمل، انا خلاص الحين. كابتننا العزيز الحبيب، طبعا انا كلش احبك وانا لاعب وياك، يعني طبعا جهودك اللي بذلتها ويا المنتخب ويا اللاعبين تامينهم. قرب المايك مذيعنا. بكل شيء طبعا بالنيابه عن اللاعبين انا اشكرك، ويعني ما اعرف كل شيء اقوله قليل بحقك، فشكرا لك من القلب واتمنى لك كل التوفيق لحياتك. شو تقول للشعب العراقي بمناسبه الفوز؟ فزنا وفرحناه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكل الاخوان المتواجدين هنا، اخواننا بالمجلس اللي استضافوا المنتخب العراقي. طبعا الصوت رايح طبعا من الفرحه والصوت. ايضا نشكر جمهورنا اللي كان رقم واحد في البطوله، سواء كان مع المنتخب العراقي او المنتخبات الاخرى. اضاف الى ذلك الجمهور اللي لم يحضر، اللي كان متواجد امام بوابه الملعب، وكذلك الجمهور او الشعب العراقي اللي كان يشاهد المنتخب من خلال الشاشه. ايضا اشكر جميع الكادر الاداري الفني، اخوان اللاعبين اللي كنت حريص عليهم بالفتره اللي قضيناها في البصره بتاريخ 26 من خلال معسكرنا، تاريخ 26 لغايه اليوم. كنا بعيدين اخ جاسم، خالد، ان بعيدين عن الاعلام، ما خليناهم يكونون تحت الضغوط. تعرفون انا شاركت 5 بطولات مع كابتن يونس، ودائما يتناولون مشاكل المنتخب العراقي في كل البطولات، وهاي تاثر تاثير سلبي على الفريق العراقي، ودائما نطلع من الدور الاول. لكن هذه البطوله شبه مثل ما شفتوا حافظنا عليكم وظهرتوا بهذا المستوى الكبير اللي نال شرف كل العراقيين. شكرا لكل اخوان اللاعبين. انا بالنسبه لي احترامكم لي وتقديركم كبير لي بالنسبه لي مهدي كريم. انا لاعب كره قدم، من دخلت المجال الاداري اعرف اللاعب شنو اللي يحتاجه وشنو اللي يريده. اخذت تجربه مع المنتخب الاولمبي والان مع المنتخب الوطني. جميع اللاعبين لهم قدر كبير واحترام لمهدي كريم، وانا هذا مقدره لكم وانتم اخواني. طبعا ما بس الامور الاداريه اقدر اقدم لكم اياها، اما الامور الاخرى فابو احمد وكابتن يونس هم اعضاء الاتحاد يقدرون يوفرون. شكرا لكم وشكرا للشعب العراقي ومبروك للجميع. شكرا لك حبيبي، مبروك لك. كابتن يحيى شلونك؟ شلونك حبيبي؟ انت دائما ما تكون يعني بالمحاضرات لا يعني غامض. شلون غامض؟ يعني قليل الكلام، قليل الكلام، يعني ما نطلع اللي داخلك. فالجماعه كلهم بده يشوفون اللي داخلك اليوم، وطبعا مبروك لك شديد الشعب العراقي. مبروك لك ضغام، مبروك للشعب العراقي وللجماهير الرياضية. أبو أحمد بس قرب المايك، أيوه أكثر، تسلم. الشكر والتقدير للجماهير الرياضية بصورة عامة وجماهير البصرة بصورة خاصة، ومحافظة البصرة يعني وفت وكفت عن العراق، يعني أدت واجبها بصورة أكثر من اللازم. الفريق أشكره كلاعبين، يعني الفريق توفق وبجاسم، لان كتله واحده 24 لاعب موجودين هم واحد، ماكو فرق بين اساس وبين بديل.
الكادر الطبي احب اشكره الدكتور عبد الكريم الصفار والمعالجين الاداريين حقي وابراهيم وزياد. الشكر موصول الى دوله رئيس الوزراء اللي خصصوا الاموال لانجاح البطوله. اللجنه التنظيميه لبطوله الخليج العربي برئاسه الاخ علي جبار ادت واجبها بصوره صحيحه. رجال الامن، امن الملاعب، الكل وفوا بالتزاماتهم. احنا كمكتب تنفيذي نفكر بالمنتخب بان يتاهل الى كاس العالم 2026 ان شاء الله. فبوجودكم وجود الخيرين المنتخب اذا يبقى بهاي الكتله وبهاي الروح ان شاء الله وكادر تدريبي متميز نتوفق ونتاهل الى كاس العالم. وشيء مهم احنا لازم نحافظ على هاي الروحيه اللي تربطنا، لازم نبقى اخوان، واحد يريد الخير للثاني لان العراق يمر بحاله صعبه. انتم اليوم فرحتوا الشعب العراقي بالكامل، فنتمنى لكم الخير ان شاء الله يرجع بوجودكم ووجود الخيرين والطيبين من جميع ابناء العراق. وايضا نشكر رجال الاعلام الصحافه العراقيه والعربيه والاخ العزيز ابو جاسم اللي كان عون وسند لانجاح البطوله. شكرا جزيلا. شكرا لك حبيبي كابتن. خذ المدرب وارجع لي. تعال المدرب. خذ المدرب. شو احكي؟ كونت صمم سلام سلام سلام. عنده مايك. بس راح احكي. اسأله ميكروفونك عندك؟ خلنا قاعد. اي خذ راحتك. طبعا من البداية أنا أشكره. ايوه خطا. ايوه حجي خالد. ايوه حجي خالد مستشار رئيس الوزراء يقول خالد عبد الواحد قبيان سيكون هناك تكريم للفريق يليق بمستوى الانجاز من رئيس الوزراء. هذا المطلوب. تستاهلون وتستحقون. يابا ما استجاتكم تزوخ راحه. بس برغام عطي المايك حق المترجم بس وقل لي ارجع لك اياه. بس انت ما سالت. خليه يسال غير يسال. عنده مايك. اسال. عندي مايك. طبعا بالنيابه عني وعن الكادر كله اللاعبين نشكر مدرب كاسياس على كل ما قدمه للمنتخب على فكره العالي. يعني شكرا له. انا بالنسبة لي هواي استفاديت من عنده واخواني اللاعبين يمكن نفس الرأي مالتي. فاشكره واتمنى له التوفيق ان شاء الله. واللي اطلبه بالمرحلة القادمة الكل استاند هذا يعني الانسان لان هذا يحب العمل ويحب الخير للعراق. فاتمنى له التوفيق ان شاء الله. وش تقول الشعب العراقي؟ مناسبة الفوز. No, yo le quiero dar las gracias primero a todo a todo mi staff. اولا اشكر كل الجهاز المعاون. A todos los que formáis parte de esta expedición, al oficio, a los utilleros, al doctor, a vosotros, a Madi, a todos. ايضا كل المتواجدين مع الفريق من اداريين من مدير فريق من اخصائيين علاج طبيعي من اطباء كل المنظومه. A la afición por todo el apoyo que nos ha dado. وايضا للجماهير بسبب المساعده والمسانده اللي حصلت. Pero mi mayor felicidad es por vosotros, por los jugadores. لكن اكبر سعاده ليا هي ليكم بسببكم. انا سعيد عشانكم. Os lo he dicho muchas veces y creo que os merecíais esto. وانا قلتها مرات عديده. انتم تستحقون. Habéis soportado muchas críticas. اكيد استقبلتم نقد مرات عديده. نقد بدون اسباب. لكن انتوا رديتوا على النقد ده. واي شخص كتب اشياء سيئه عنكم اعتقد هم دلوقتي حاسين هم مكانهم فين. لكن دي فقط مجرد بدايه. احنا عارفين ان احنا يعني تقال شوية عليكم في الشغل. هنسيبكم دلوقتي ترتاحوا. لكن نوعدكم لما ترجعوا في مارس
هيبقى في اجتماعات وتمرينات واجتماعات وتمرينات مرة أخرى واجتماعات وتمرينات مرة أخرى. وشكرا جزيلا، أنتم تستحقوا. شكرا شكرا، تصفقوا حق مدربكم. زين انا بس بعد اذنكم عندي مكالمه بسويها قدامكم، يلا تسمعون. لا خليك انت مذيع برام، انا اليوم انا ضيف معاكم، بس انا اكد لكم بعض المعلومات اللي تجيني يعني. فلذلك احنا نحاول ان احنا نتصل ونسمع ونستمع. ركزوا انتوا لازم تركزون. اللي يعجبني فيك حارب حارب، احنا لازم نركز مع بعض. يا شباب ارفعوا يدكم فوق يا رب يردون. استاذ اسعد حبيبي يعطيك العافيه، يسلمك. احنا الله يسلمك، نبي منك كلمه، الشباب كلهم يسمعونك وعلى الهواء. استاذ اسعد العدالي المجلس سلم لي عليهم. ساعه اتصلت بي على مودهم؟ لا انا اكلمك على اللاعبين العراق، على اسود الرافدين. ألف مبروك، هذولي شبابنا وولدنا، وحقيقة الحمد لله حققوا اللي كل الشعب الآن فرحان به. هي هاي فرحتنا، أهم شيء أنه أنت تسعد الناس وجاسم. فإذا سمعوني فألف ألف تحية لهم. اليوم الشعب كله فرح من فرحهم. الحمد لله الحمد لله. نبي ها ابو حسن. نعم هو السؤال، بس قل لي نعم او لا. بله في سيارات حق اللعيبه ابو جاسم، هم اذا يسمعوني انا سعد العيداني ما اقول كلمات راجعه. قلت لك انا الشيخ من يقول كلمه ما يرد عنها، انا اعرف بيه والله ما يحتاج، انا احكي نيابه عنه. يونس هذا يونس يمك؟ نعم. واللعيبه كلهم يسمعونك. اكيد. شيخ شلونك؟ الله يحفظك. قلت لهم بمباراه بعد فوزهم على قطر وكانوا يصوروني، فقلت لهم قطع التصوير. ما قبل يصورون. فما اريد انه هذا، قلت لهم حتى لا يصير حتى ضغوطات نفسيه عليكم. بعد المباراة النهائية هسا انت لو ما متصل بي كان انا مسويت لهم يا حفل وتكريم. الحمد لله. شوف اليوم قالوا يابا، البعض يقول يابا ليش ما صعدت على المنصة؟ قلت لهم انا اليوم المنصة صعد عليها العراق، مو مهم منو صعد عليها بعد. كفو. ومثل اليوم الاخ رئيس وزراء هو مثل العراق، فبعد النتيجة خلاص هذا التمثيل الاهم. شيخ طبعا شهادتنا مجروحه بيك، اليوم انا طبعا بالملعب وتلفت ما شفتك. طبعا شيخ اسعد دائما كل وقت يعني جهده مبذول في كل مكان، يعني تشوفه بالملعب، تشوفه خارج الملعب، تشوفه بالقاعه، تشوفه يعني حتى مرات ما يلحق يكون متواجد على حدث يصير. أنا طبعاً نيابة عن كل الوفد وعن الاتحاد العراقي وعن الجماهير العراقية نشكرك شيخ على كل الدعم اللي سويت لنا إياه. طبعاً أنا متفاجئ اليوم ما شفتك، لأن أنا أعرف بك أنت كنت بغير مكان، الله أعلم، لأن أنا أعرفك أنت ما تقعد أبداً، يعني حتى الناس كبار الشخصيات للأمانة قاعدين على كراسيهم، بس شيخ أسعد كان يفتر وكل ساعة يروح في مكان من تصير شغلة. شيخ أسعد أنت إنسان راقي، إنسان طيب، ونيابة عن كل إخواني اللاعبين أشكرك وأشكر دعمك، وطبعا نجاح البطولة لك دور كبير بيها، ومبروك عليك وعلى أهل البصرة على هذا النجاح الكبير. شكرا يونس، شكرا. نجاح البطولة أولا يحسب لأهل البصرة، يعني أنا من أقول شكرا أهلي بالبصرة. ثانيا يحسب لكم أنت يونس وهذا الفريق، أنت فرحت العالم في 2007 واليوم رجعت وفرحت العراق كله، وحقيقة اليوم مو العراق فرح، العراق والخليج كله فرحانين بفوز المنتخب العراقي. فذولي أبنائنا ويستاهلون ويستحقون، وألف تحية لكل من ساهم، كابتن عدنان ولا الأخ وزير الشباب ولا السيد رئيس وزراء ولا حتى الرئيس وزراء السابق، أنه لكل من سعى. والتحية الأولى أقولها أنا للشيخ حمد بن خليفة
أبو خليفة أصلا هو اللي وضع اللبنة لكي تكون البطولة بالبصرة، والحمد لله صارت البطولة بالبصرة ونجحت، والبصرة أزهرت وبيضت وجه كل العراقيين اللي وجههم أبيض دائما وناصر بيض. والنعم بك شيخ، والله كفو منك، يستاهلون أهل البصرة إيش محافظ. الله يحفظك حبيبي. الله يخليك شيخنا، تسلم. تسلمي على الشباب، وقلت لك أنا من أقول كلمة ما تراجع. قلت لهم قبل لا تحكي شيخ، قلت لهم نيابة عنا شيخ أسعد من يقول شيء خلاص أخذها مال. يستحقون. مشكور يا أبو حسن، مشكور. تسلم شيخ. بسمعك تحية اللعيبة الحين، مبروكين يا شباب. شوي تعبت اليوم، كان هسه اجيك. والله يشرفني، تدري انك انت اخو عز وغالي ابو حسن. الله يحفظك. الف شكر. شكرا لك. زين شباب، احنا انت لا تخبلهم علي بعد، ما اقدر الزمهم بالنوم. المرحله الاولى، المرحله الثانيه بعد ما نقدر نلزمهم بعدين. منو؟ لا احنا معاك. وينه؟ شوف الو استاذ محمد، شلونك حبيبي؟ ها في مكالمه، لحظه لو سمحتوا. يونس ما يرد على المكالمات. ها حط سبيكر. الله يخليك سبيكر. رحم الله والديك. الله يخليك سبيكر كابتن. ها ما في شيء شباب، عادي. اي موجود. ها بشر على هذا الرقم 2 موجود. ها ها اوكي بس وصل. نطلع له يا ابو ذنون ده يبارك لي. شلونك؟ زين خلنا نشوف. جاكم الخير، ماكم دخل. الو لو سمحتوا شباب. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم البغدادي، رئيس المجلس الاقتصادي العراقي. طعم سياره. نعم عزيزي استاذ. اول شيء مبروكين الفوز. مبروك علينا وعليكم وعلى الشعب العراقي. نشكر كل دول الخليج، الاتحادات، الشيخ حمد رئيس الاتحاد الخليجي على دعمكم، على مجيئكم، على دعمكم للعراق وعلى الصورة اللي أظهرتوا فيها العراق بأفضل حلية. ثق خالد، احنا من 2007 بعد صدور قانون الاستثمار ولغاية الآن شقد تعبنا من واشنطن إلى طوكيو إلى أوروبا مع رؤساء الوزراء، جذبنا استثمارات بمقدار اكس. خلينا نقول برنامجك هذا جتني مئات التليفونات من المستثمرين من كل العالم، زملائنا طلبوا يجون للعراق بعد ما شافوا التغطيه الاعلاميه الخليجيه وبالذات برنامجك الرائع وبرنامج المجلس والاخوه اللي عندك. فكل الشكر والتقدير لك استاذ حاج، كل الشكر والتقدير. هذا حق واجب، احنا اعتبرونا ابد من ضمن اعلامكم وربعكم واخوانكم. احنا استاذ ابراهيم. نعم. اللعيبه كلهم يسمعونك. نعم. هل في مفاجاه للاعبين؟ واذا في مفاجاه بعرف ايش المفاجاه. اولا هي مو مفاجاه، وسائل الاعلام كلها حكت فيها. بس جنابك تقول لي نشأت، انا ما اقدر احكي لها، ما تعرفني. بلد احمد، دورة الخليج بالامارات، يونس يتذكر، وبرغام قلنا لهم مليار دينار تبرع اذا فزتوا بالكاس. ما فازوا بس لعبوا لعب رائع. سوينا لهم حفله بشيراتون بغداد وكرمناهم بذاك الوقت مبالغ مجزيه. فكيف الان وجابوا الكاس؟ نعم اكو 30 سياره باذن الله راح تنشحن من دبي باسمائهم، راح ناخذ الاسماء كامله وراح نسوي لهم حفله بقريه دجله اللي شرفتنا. هاي احد مشاريع المجلس الاقتصادي. المجلس في مشاريع اكثر من 40 مليار دولار اللي هو يضم كبار رجال الاعمال في مجال الكهرباء والطاقه والحديد، وراح ننسق مع مكتب رئيس الوزراء وندعو اولادنا الاحتفاليه وان شاء الله نسلمهم مفاتيح السيارات اللي راح. اقل ما يمكن. استاذ ابراهيم. استاذ، اول شيء احنا نقول بيض الله وجهك، وحقيقه هذا كرم كبير منكم حق اللاعبين. بس هو عدد الوفد كامل تقريبا 40
يعني شخص بين لاعب واداري ومدرب واخصائي ويعني احنا ما نقول لك شيء بس احنا نقول لك العدد يعني يونس يضحك ابو ذنون يضحك ان شاء الله دوم يضحك ان شاء الله دوم يضحك ان شاء الله بالتنسيق مع اخونا كابتن عدنان قبل ما ادري ليش الاحتفاليه هنا بطائره خاصه احدى طائرات المجلس احنا اليوم طلعنا المطار بغداد نجي وحاجين قاعات سياسيه وكنت ناوي اجي اسلم عليك لكن نسمع على الاوضاع ومناشده واخوان الحقيقه يعني ما ادينا قلنا البركه بالموجودين فكابتن عدنان هو طلب مني 30 احنا صورنا 24 قال الاداريين وياهم اريد 30 ومع ذلك نراجع الاخوه بمجلس اداره ونناقش الموضوع اما 30 سياره انا ملتزم فيها للاعبين كلهم نعم زائد للاداره مجرد 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 انك انت تجتهد حق الربع والاخوان بيض الله وجهك الربع الشباب يحيونك هذا التبرع من اخواني وياي بالمجلس الاقتصادي طبعا يعني مو فقط انا واخواني وزملائي كلمه اخيره اريد اقولها استاذ خالد قالوها قبل اخواني نعم. بس انا اريد اعبر عنها بطريق اخر فقت لو قبل البطوله بسنه ثاني كل عراقي تقول له نسوي البطوله يمك بس ما تاخذ الكاس فرضا او نسويها بغير بلد وتاخذ الكاس الكل يقول لك ما اريد الكاس تعالوا الناس تحبكم وناس تريدكم وانا فرحان لان من اجيتوا اكتشفتوا الحقيقه انه العراق مظلوم كان حتى بالاعلام مع الاسف يعني صراحه احنا شفنا ونقلنا الصوره حق الجمهور استاذ ابراهيم الله يحفظك احنا طمعانين باذن الله بالاخوان بعد اللي شافوه انه تكون دوره 27 28 ايضا تكون ان شاء الله في بغداد باذن الله نطمع بكرم اخواننا ونخليكم بعيوننا مثل ما اهل البصره الكرماء اللي مو جديد عليهم بيضاء وجهنا امامكم مثل ما كل مناطق العراق وش نسوي اتجاهكم احنا مقصرين رائع وعظيم ببساطه لان انتم وسائل اعلام دوليه اخواننا الاعلاميين والنعم منهم لكن بصراحه ما زالت وسائل الاعلام محليه بينما انتم نقلتونا للمجال الواسع الفضاء الدولي فكل الشكر والتقدير لجنابك والقناتك ولضيوفك وكل القنوات الخليجيه اللي دعمت العراق وبينت لهذه الصوره واكرر شكري لاولادي واخواني الاداريين والمدرب الرائع اللي ادار المباريات رغم وجوده يعني مو عن ست اسابيع فقط قبل الدوره فشكرا للجميع على هذا النجاح الباهر شكرا استاذ شكرا استاذ شكرا ابراهيم استاذ ابراهيم الف الف شكر شكرا لك شكرا استاذ ابراهيم البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي كمجلس الاقتصادي مش طبعا هو عضو رئيسها يوعدكم ان شاء الله ان في مزيد حلوين يا شباب حلوين 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 واللي يعني في النهايه يعني كناس ثقه انا اتكلم على تواصل مع الاخ يونس او الكابتن عدنان درجال او الاستاذ اسعد المحافظ او وزير الشباب البلغوم احنا نقول على الهواء مباشره هاي اللعيبه بالنسبه لي انا كنز اللي يسووه مو بشوي في التحليل المباريات كنا نشوفهم شلون يقاتلون حتى اللحظات الاخيره والهدف انهم يسعدون الشعب طبعا اليوم من حقهم ان يتكرمون لان هذول اسعدوا 40 مليون عراقي داخل العراق وخارج العراق فلذلك انا فرحان فيهم حقيقه لأنهم يستحقون بمدربهم وبإداريهم وبالأخصائي العلاج والبدني وكل حاجة بصراحة بعدين ضرام قوم كمل مقابلتك خليك من الشاي عندهم تكريم ها عندكم تكريم ها مقرفون مقرفون ها عندي عندي طبعا هسه خبرني الرئيس رئيس البرلمان الأستاذ محمد الحلبوسي أيضا هو والشيخ خميس الخنجر لأنهم راح يسووا لكم كرامية خاصة بكم من الصالون بغداد من الكلمة يا اخوان
هسه احنا عندنا منافسه بين الرئاسات، يعني هسه الرئاسه حددت القرار. مسجاتكم؟ لا لا ما يدوا واحد. لا لا احنا يقولون خل نطول بلكي بعد. احنا بالنسبه لنا التكريم واحد، يعني رئيس البرلمان الشيخ خميس واحد، ورئيس الوزراء واحد. طبعا كل واحد له تكريم خاص به، وحتى الاخوان اللي هسه قال لكم على السيارات ذولا واحد. وبعدين يجيكم تكريم. مهند عطني الكاميرا هني لو سمحت. هنودي ميمي. ميمي شلونك؟ مبروك لك حبيبي، مبروك لك. ولو افتقدناك اليوم اخوانك امين ينتظروك تجهز وترجع لهم. بس زين ابو طبر عوض ابو طبر. ميمي المدرب يبي كلمك. My boss is I'm very very sick. صوتنا راكب. I don't have voice. Okay. Come back. Next week we told شنو؟ slowly. Okay. الأسبوع الجاي احكي وياك. تواصل وياك. رحيم. حضر نفسك، حضر. هند حبيبي مبروك مبروك. حبيبي كابتن مبروك. تستاهلون تستاهلون الفرحة. ألف مبروك. ننساك وشغلات النحجين. مع السلامة حبيبي، نشوفك على خير. مع السلامة. يا شباب بكرة. بس احنا بس طبعا باسم اخوان اللاعبين ايضا لا ننسى دور الاخ احمد المبرقع وزير الشباب، طبعا من اول يوم استلامه اجى لهنا اعترف الشغل بالمنظومه، وايضا ابو حيدر. طبعا ابو حيدر احنا منبارك لان ابو حيدر البطوله مالته هو رئيس الاتحاد العراقي موجود بها، بس هذا للامانه يعني يستحق. الرجال وزير الشباب كان له دور مهم وفعال هنا موجود. شكرا سيادة الوزير. زين الحين لحظه شوي، انتم حميت ترجعون حق انديتكم؟ احنا صدق احنا نريد ان الجماعه عندنا هنا باكر يردون. ها؟ باكر ترده؟ هو الحجز مالتنا باكر بس هم يردون السبت. هسه احنا على المباشر، هسه احنا عندنا بالنسبه لنا المرخيه من عندنا بالمرخيه. والشمال؟ هي الشمال اوكي، والمرخيه منو عندنا رئيس النادي؟ يا سيفري. سيفري احنا ندفع راس عبد الله المعرفي. عبد الله المعرفي وين توسط؟ يقول عنده عبد الله مبارك مدير النادي بعد؟ مدرب النادي كابتن عبد الله مبارك. عبد الله مبارك الاخوان يعني تعرف فرحانين وماخذين البطوله. عندنا ابو طبر ايمن وعندنا امجد عطوان، ويحتاجون ايضا يبقون يومين على مود يحتفلون ويا جماهيرهم بالبصره وفي بغداد، يعني يستحقون دولة بعد التعب. اتمنى منك يعني تريحهم هاي اليومين تنطيهم له لهم، واكون ممنون لك انا. لا اسبوع شنو؟ شنو اسبوع؟ لا هو يريد يروح، هذا ما يقدر يعرف اللؤلؤه. 20 ساعه اكثر باللؤلؤه. لا 24 ساعه ميمي ما اخذهم ولا قيهم هناك ياكلون باللؤلؤه. ياكلون 24 ساعه. حلو حلو, حلو. زين برغام كمل مقابلتك. روح هناك، روح على دارين، روح على دارين هالمساكين هناك. جلال والشباب كلهم المصورين دخيلك الله لا تنصاب الحين. المصورين اهم شيء. لا لا جلال كابتن جلال هذا قاعد يمك. طبعا انا جدا فخور بك كابتن المالتي وكابتن العراق، وفخر ان انت كابتننا. شكرا من القلب، ساهمت اليوم فوز المنتخب منتخبنا، يعني مساهمة كبيرة. سلم عليك نسيبي. شكرا من القلب، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله بحياتك، وشدق للشعب العراقي مناسبة الفوز اليوم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر. أعتقد كانت بطولة صعبة بين أرضنا وبين جمهورنا وبين ناسنا. شكرا للاعبين كانوا على قد المسؤولية قبل لا تبدأ البطولة. الكل كانوا يعني كلهم غيرة، كلهم حرص وقمة بالالتزام. خلال 22 يوم أعتقد ما حد طلع الفندق، فهذا كان يعني
فتشي يعني للاعبين. تعرف ان البطولات السابقة كانت مشاكلك واعلام 24 ساعة حكى على اللاعبين. يعني نسختي يعني الماضية وصلنا دور نصف النهائي، تعرف بعد اعلامنا ما شاء الله. فالحمد لله والشكر، يعني هاي البطولة افضل البطولات كلها اللي جربناها. وارجع ثاني مرة اشكر المدرب والكادر واللاعبين. يعني شفتوا هاي الخمس مباريات وهاي البطولة، يعني كانوا اللاعبين فكرهم الواحد هو فكر واحد، يعني كل احنا هو سعادة الشعب العراقي. الحمد لله. والشعب العراقي يعني ما حد ابد ما حد يسعده، هو بس المنتخب. فالحمد لله والشكر، يعني دعاء امهاتنا، اهالينا، ناسنا. يعني البارحه العفو الصبح شفنا يعني مره كبيره، صوره شو مره كبيره يعني صاعد على الباب. يعني شافوها اللاعبين كلهم واحد يعني قال للثاني يعني كل شيء ما نريد، لا نريد مكافاه، لا نريد شيء، لا نريد امشي نسعد هاي الناس. يعني مره كبيره يعني شفتها الخالصه. فالحمد لله والشكر، يعني هذا اللي خلانا ناخذ البطوله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله والشكر. عوده ميمونه ايضا لك. هاني؟ ايه. اعوذ بالله من كلمتان. لا الحمد لله والشكر، المهم اخذنا البطوله. انت واحمد و لا الحمد لله. الحمد لله والشكر. فهذا شيء قليل، هذا شيء قليل مقدم للعراق. سهلون الودد ابطال الحراس، بالعكس يعني اي واحد كان يكون موجود في هذا يقدم افضل من عندي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله والشكر. مبروك للجمهور، مبروك للعراق. العراق يستحق كل شيء. كل شيء يستحق. شباب شنو اغنيتكم في المعسكر اللي تغنونها كل يوم؟ والله اغاني هواي. يلا اغاني هواي. عندنا جلداوي، يا عراق ترجع شي اكيد بحيلك، يضحك نهارك يا وطن ويلي لك. جرحك جرحنا وانت ابونا الغالي، شي تريد تطلب منا ونسوي لك. من تطلب اللي تريده كيفك تدلل، انت وطننا نريدك. يرجع الاول يا حبنا الاكبر، نحبك اكثر. الله اكبر. أكيد بحالك، ويضحك نهارك يا وطن ويلي لك. جرحك جرحنا وانت ابونا الغالي، شي تريد اطلب منا ونسوي لك. من اطلب اللي تريده كيفك تدلل، انت وطننا نريدك. ارجع الاول من اطلب اللي تريده كيفك تدلل، انت وطننا نريدك. ترجع الاول يا حبنا نحبك اكثر. الله اكبر. الله اكبر. نقف لك احنا نبوسك من جبينك، ننطي كل شي وما نوفي بدينك. مرت عليك ايام صعبة هواية، الله يساعد قلبك الله يعينك. انشد حزمنا بزادة يا وطن كله، نبنيك حتى نشوفك قطعة من جنة. انشد حزمنا بزادة يا وطن كله، حتى نشوف قطعة من جنة. يا حبنا الأكبر نحبك أكثر. شباب
انا داري ان انتم وايد تعبانين ومقدر تعبكم، لكن يعني في جهه هناك ما تكلمنا معاهم برا. وين وانجد عنده مناشده بس ها يلا شوي شوي يلا شوي شوي يلا بعد شوي امجد امجد يلا امجد يلا عندك 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 طيعة لا شكله ريف طيعة يركض شعب يعني تفضل شنو احسن كردي يلا كردي سرتا سباسي همو او هندرانه ده كم كا او هندرانه ده كم كا شمال العراق واتبون لكستان و ومحبتي شي زور يعني دروس كدنيوان ام ولاته ده خوي غور ان شاء الله ولاته كمان اودان دكا وزور خوش حالم وزور زور سباسي عندكين لبداياتي بطولك وهاندري ايما بون وان شاء الله بتوانين لداهاتوش سركوتو يانكي ان شاء الله قول مبروك للشعب العراقي تعشيش اترجمها بالعربي هو يحكي عربي زين تكلم قول لي مبروك 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 الفوز مبروك يوسف اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مبارك لجمهورنا وشعبنا بس حكايه واحده انا ادي انه اشكر كل خليجي دخل ارض العراق فاحب اقول انت دخلت السرور على كل بيت عراقي ليش حطيت لا كلمتين كلمتين قول مبروك بس مبروك بارك حق اهلك بارك حق اهلك ما بين اكثر بالانجليزي على من هذا شباب منو اكثر واحد كان يسبب لكم ازعاج بال برغام نزل راسه بسرعه لا فوقيه فوقيه لا لا ايوه هذا اكثر واحد فقير هو شيء النكته مالته هاي النكته شيء النكته مالته يلا 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 نبي مايك 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 شو سوى النكته هاي يقول لهم زجر اي والله ليه النكته اسمع شو نسمع النكته احكي عليه اجا كان يسمعها يلا اجا شلون قاعدين على الريوق الصبح اجونا قال لك وقيه خش من قبل قلت اطلع لا والثاني والثاني الثاني بالتمرين طب وين التمرين قال لك وقيه خش من قبل قلت اطلع بالدرابي من رجعنا يضحك قلت له خش بقى انفتح قلت له نزلت اثنين من اللي فيكم يقول موال زين؟ رحم الله والديه من قرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام الله يرحمهم ان شاء الله زين. ان شاء الله خففنا على اهاليتهم ان شاء الله يا رب شباب مشكورين على جيتكم
وشرفتوني أبطال أبطال خليجي 25 وإن شاء الله دائما أشوفكم أبطال. واصل مسيرة. العراق اليوم فرحان بسببكم أنتم. الشعب فرحان. شعوب عربية فرحانة عشانكم أنتم. شفنا احتفالات بلندن بأوروبا بالدنمارك بالسويد بالأردن وكل الدول العربية حتى في عمان الدولة اللي خسرت أمامكم الشعب العراقي طلع في مسيرات صح وطلعنا على الهواء. احنا نشكرك أيضا من نيابة عن إخوان اللاعبين على حضورك لهنا ونجاح البطولة. يعني ابو جاسم انت لك دور. زين انا ما ابي هالكلام واريد بعد ايوه نريد بعد شنو حي الله من جانه البشرة بيكم حيل فرحانة من زمان قلوبنا الدان والوطن مشتاق لإخوانه يا هلا وحي الله من جانه انتو أهل الدار وإحنا ضيوف ويلا بالعشار ناخذ طوف ونغني فد أغنية معروف سوا خلي نغني مرك هوا يا هلا وحي الله من جانب خليجنا واحد واحد وباقي وهالمرة طعمه يختلف عراقي خليجنا واحد واحد وباقي وهالمرة طعمه يختلف عراقي السعودي نور الدير وبين زايد بالقلب يسكن لونه أحمر يعني بحريني والكويت تسكت حلو يجني السعودي نور الدير وبين زايد بالقلب يسكن بين زايد لونه أحمر يعني بحريني والكويت تسكت حلو يجني والقلب دقات عنا
الطوب برجله الغيرة وارد هم أهله من أهله راضع غيرة من أهله راضع غيرة الملعب صاير بسنة ياهو على الكاس ينافسنا نتحدى ليوصل يا محدنا يا محدنا الدنيا تبوّل شقها بكلاته كلها تسولف بضربات ضربات القوم يشيله حقيقة سعدني جدا زيارة معالي السيد أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة وأنا أشكره حقيقة على التعني وجيته عندنا ونجدد لك المباركة مرة واثنين وثلاث لكل فرد من أفراد العراق شعب وقيادة ومحافظة واتحاد ولجنة منظمة وإلى مقام حتى دولة الرئيس شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم يعني الحمد لله وصلنا إلى ختامها وكان ختامها مسكن والحمد لله اليوم منتخبنا يعني ضاعف الفرحة بعد فرحة تنظيم البطولة جاءنا بفرحة الفوز وأكرمنا بالظفر بالكأس بالبداية يعني أعزي أسر الضحايا الذين كنا نتمنى أن يشاركونا هذه الفرحة واللهم إن شاء الله يتغمدهم بواسع رحمته أبارك لكل أهلنا وناسنا بالعراق وكل أهلنا وناسنا في بلدان الخليج العربي وكل العالم الذي فرح معنا هذه الفرحة الكبيرة إن شاء الله هذه بداية قصة نجاح إن شاء الله أخرى إن شاء الله تنتظرنا في قابل الأيام بإذن الله بإذن الله تعالى إن شاء الله شلون شفت المباراة 90 دقيقة أوه تعبوكم العمانيين أي والله أي اللعبوا أي والله المهم يعني هم الحمد لله المنتخب العماني لم يخرج خاسرا خرج بحماسة كبيرة وبمراء بأداء رائع جدا وأيضا بتواجد وحضور هو وبلدان الخليج الأخرى أخواننا وأشقائنا الحمد لله لم يكن هناك خاسر الجميع ربح ربما كان الفوز بالكأس
صحيح هذا فوز كبير، لكن كلنا فائزون إن شاء الله وليس هناك خاسر. البطولة هذه العراق راهن عليها. أي نعم. والحمد لله رب العالمين، رغم السلبيات، لأن ما في شيء ما في بدون سلبيات، ماكو شيء كامل، إلا أن فعلاً 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 يعني أديتوا اللي عليكم والحمد لله. الحمد لله، يعني هذا شهران متواصلان من العمل المضني، يعني كل الجهات التي شاركت في هذا العمل بصراحة كانت تعمل ليل نهار، تواصل الليل بالنهار، وكلها جهود جبارة بالحقيقة، جهود استثنائية. يعني الكثير كان يعتقد أن هذه البطولة لا تقام، حتى أن البعض لا يتحدث عن بطولة خليجي 25. صحيح. مثلا في بعض البلدان أنا كنت أتابع يقول الاستحقاقات في 6 قانون، الاستحقاق القادم في 6 قانون، بس ما يشرح شنو هذا 6 قانون. صح. بعضهم وبعضهم حتى ليس في الإعلام، لأنه ما يدري، يجوز تنتقل إلى مكان آخر أو شيء، فما يريد يحدد المكان. وبعضهم حتى في هنا عندنا كانوا يعتقدون أنه هذا مصير، لكن الحمد لله ما نعرف، سبحان الله، كان عندنا إيمان قوي وعزيمة أنه نستمر، حتى أن رصد المبالغ، تعرف أنت إذا ما مطمئن هاي المبالغ ما تنعاد بعد إذا تصرف. صح. لكن كان إيمان عندنا قوي جدا، وأن هذا الموعد لا يتأخر دقيقة واحدة، بس هو تأخر 15 دقيقة. حلوين. ليش تأخر؟ على مود الظلام، على مود الحفل يعني. صح. ليس لسببنا. قادر. الله يحفظك. كل يونس. أنا أكو شو اسمه؟ مصرف الجنوب أمين. أخاف بعد ما وصل يمكن إذا بيشوفوا عمي مكرمهم بنك مصرف الجنوب. حلو. قال مبالغ مالية راح نكرمهم تكريم خاص لهم. ممتاز. لهم حفلة. بس زين ما دا يسمعونا بالسيارة ولا يرجعونا. والله بيني وبينك والله مساكين تعبوا. يعني شو معاي الموبايل يشوفون لايف؟ لا والله صدق يمكن. الأستاذ إبراهيم البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي الآن بعث لي رسالة قال لي شكرا لطفك بس مشكور نويد أنا بس قال لي أطلقنا مبادرة سنقوم من خلالها بالتبرع بمبلغ 5 ملايين دينار لعائلة كل ضحية من الضحايا الذين سقطوا وهم متوجهين لمشاهدة مباريات العراق في خليجي 25. مبادرة جميلة جدا. نعم. ممتازة. وأنا خل أضيف هذه المبادرة، إن شاء الله وزارة الشباب راح تقدم مشروع إلى مجلس الوزراء لتضمين هذه الأسر بعض الحقوق، يعني أسوة بمن يذهب بمثل هذه الطريقة للأسف إن شاء الله. وأعتقد هناك جو عام داخل مجلس الوزراء يعني يؤيد هذا الموضوع، خاصة دولة رئيس الوزراء أستاذ محمد الشيع السودان. هذا حصل ترى ما قايله، سأول مرة أحكي مرة ثانية عايشة، أنا كنت شوي ها سمعوا يعني. المهم يعني إن شاء الله في اجتماع مجلس الوزراء المقبل راح نقدم مقترح، وهو لاقى استحسان دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو أيضا بتشجيع منهم، وأيضا بعض الوزراء الذين حضروا اليوم المباراة أيدوا ذلك، راح يتضمن بعض الحقوق أسوة بالحالات المماثلة التي سبقت يعني إن شاء الله. ممتاز. وحالات تصير رواتب الدولة تنطيها يعني طول المدى الحياة، حقوق. حقوق معينة ضمن جو يعني ضمن إجراءات معينة إن شاء الله. بارك الله فيكم الله يجزيكم خير. هذا يعني قلت لك هاي أول مرة. وهذه طبعا أنتم تتواصلون فيها مع أسر الضحايا وترتبون. طبعا لا، إحنا عندنا رصد أصلا لأسر الضحايا، عندنا أسماء. بزيارتنا الأخيرة إلى الناصرية كان ضمن داتا معينة يعني. نعم. زرناها. والضحايا اللي اليوم راحوا. أيضا راح يصير التواصل يعني بعد التأكد من الحالة، لأنه لحد اليوم لحد الآن وزارة الصحة لم تعلن. إن شاء الله بعد ما إذا لا نتمنى أنه ماكو أي ضحايا، لكن إذا للأسف لا قدر الله
هناك فأكيد راح يصير تواصل مع السيد وزير الصحة الذي هو المعني بالإعلان عن الأسماء والتواصل إن شاء الله. وش اللي راح يكون عقب كأس الخليج؟ على طاولة النقاش جردة كاملة من الاستحقاقات الرياضية العراقية، سواء كانت على شكل تنظيم بطولات أو على شكل يعني تصفيات استحقاقات يعني لعب داخل العراق. يعني تعرف إحنا التصفيات نلعب خارج أرضنا، فهذا استحقاق من استحقاقاتنا أنه نلعب داخل أرضنا، فهذه أيضا يحتاج مراجعة إلها وحوار ومفاوضات لعودة اللاعب العراقي أن يلعب في أرضه. يعني شوف، في جيتك الأولى عندي في المجلس نشأ الطالب بموضوع الاهتمام بالشباب. نعم صحيح. وانت وعدتنا إن شاء الله في مبادرات. طبعا. وأنا أثناء وجودي في البصرة لاحظت في مواهب شبابية كثيرة جاتني بصراحة. أي صحيح. بين الرسام، بين النحات، بين الفنان، بين صحيح. يعني أحس أنها فعلا يحتاجون حد يحتويهم. بالضبط، هو مهرة يعني. نعم صحيح، هذا الموضوع ضروري جدا. أنا آسف أكلمك باعتبارك الآن وزير الشباب قبل الرياضة. لا لا، هذا مشخص. نعم. أخوي خالد، هذا أساسا مشخص أن الوزارة حاليا شخصت أكو تركيز على الرياضة من دون الشباب، وأكو مشكلة. هذا التركيز ولت صورة نمطية عن الوزارة هي مغلوطة، أنه هي وزارة معنية بالرياضة ومعنية بكرة القدم تحديدا، بحيث يجب أن يكون الوزير من ضمن هذا الشيء. وهاي الصورة النمطية ربما راح تعرقل، راح تمثل تحدي بالنسبة لنا بالعمل داخل الشباب. يعني أنا راح أضرب لك مثال. بداية عملنا أكو قبة فلكية في بغداد قديمة، شفت الحديث عنها، وهذه كل معروفة أنه إحنا لما كنا أطفال كنا نروح نشوفها وننبهر في ذلك الوقت يعني. نعم. فما بالك اليوم التقنيات الحديثة الآن الموجودة، ممكن هاي تصير شيء آخر يعني. صح. فتحدثنا عن أهميتها وإعادة تأهيلها، وهي مسؤولية وزارة الشباب. صح. ممكن. فلما نزلنا الخبر، أيضا الخبر، فمن ضمن الرصد الشباب بالرصد، فمتفاجئ انه انت شو لكم علاقه بهذا اللغة؟ انت شغلك بالرياضه. فهاي الصوره النمطيه الخاطئه ولدها تركيز وزاره الشباب على الرياضه دون سواها من القضايا الشبابيه. هذا الكلام اللي تحدث به اخوي نشأت هو اصلا مشخص وتم معالجته بوضع برامج مهمه شبابيه تتحدث عن المواهب، تتحدث عن صناعة القادة، تتحدث عن الريادة، تتحدث عن كثير من هذه الأشياء، وضعت في البرنامج الحكومي للحكومة الحالية. حلو. وتم رصد إلى أموال كافية لتغطية هذه البرامج. أشكرك. على طاري الأموال، أنا يونس محمود من أشوف يساسر في التليفون أعرف أنه في أموال. شلونك؟ بس شيل يدك الميكروفون. ايوه حجي، راح افتح سبيكر، انا مالي دخل. خالد يقول افتح سبيكر لو سمحت. يسمعوك حجي. السلام عليكم يا حجي. السلام عليكم. شلونك؟ الله يحفظك. الله يحفظك اخوي. وياك رائد الظالبي مصرف الجنوب الاسلامي. يا هلا فيك. فنان. مبروك الفوز. الله يحفظكم. مبروك الفوز لكم وللشعب العراقي وللجميع، للأخوة العرب. والله فرحة ما يعني، ثق بالله، إحنا الشعب العراقي دائما ينتظر الفرحة. هاي الفرحة ثق بالله نشتريها بفلوس، الله شاهد. وهاي الفرحة ما شفناها إلا بهاي الكرة. الكرة تجمع العراق بالشمال للجنوب، فعليه هاي الشباب حقيقة يفترض أن تكرم. وأنا اليوم من منبركم ومن برنامجكم مصرف الجنوب يتبرع لهم بمليار دينار عراقي للشباب، للمنتخب العراقي. يستاهلون. الله يكثر خيرك. بس ما موجودين يصفقون. مجموع 800,000 دولار. 800,000 دولار للعيبة تقريبا. مو معلوم.
والنعم بك والنعم والنعم بك ما تقصروا وهم عمين هسه يفرحون من يسمعوك. الله يحفظكم ويسلمكم. تسلم حاجي. كم مليار؟ مليار عراقي يعني تقريبا 700,000 اي تقريبا 700,000 او 800,000 دولار. تسلم حاجي ممنون. هلا قلل 686 حبيبي الغالي الله يحفظك. شكرا شكرا حاجي شكرا خيرك. وعيالكم يستاهلون في النهايه. اكيد اكيد والله والله يستاهلون. الشغله الوحيده قلت لك هاي البث من العراقيين والله والله فرحه والله تفرح القلوب. تستاهلون والشكر. تستاهل تستاهل يستاهلون وننتظر منهم الاكثر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مشكور حجي مشكور لكم ابو دنون رحم الله والديك هذا من طيبك. شكرا حجي شكرا. تقريبا 686 من 40 الدولار صاعد نازل احتمال يصعد بكره. اي يعني هو في الحروه 686,000 دولار مجموع الهدايا او الهديه اللي راح تجي من مصرف الجنوب. مصرف الجنوب الاسلامي صح؟ مصرف الجنوب الاسلامي. الف الف شكر. سعاده الوزير انا اشكرك على جهودك. الله يحفظك. وانا كان خاطري بصراحه ان ايضا اتصل في الكابتن عدنان درجال قال لي على اساس تصدق هو قال لي التحق بيك. للاسف ان جواله مسكر. لا عاد يمكن مزول قال لي التحق بيك هناك. احنا بسبب الازدحام إيه؟ المروري اكو شيء تذكار ان شاء الله بس يوصل نوصلكم اياه والله يا اخوي تذكار يعني عن البطوله. يكفينا وجودكم عندنا. الله يحفظك. ويكفينا حقيقه ان انتم يعني وعدتوا فاوفيتم. خالد اه حبيبي انت شنو البارحه تقول ماكو هدايا؟ ترى انا جايبين شو اسمه بوكسات عطور يمي جايبيها من بغداد صارها يومين. خبرت ابو علم اليوم قلت له تعال خذنا انا وين احنا وقفنا الهدايا والله ادري وين ابو علم وين هزا ابو علم هاي مو هدايا ابو علم انت على ما عليك هاي واحد الهدايا قلت لك عليها يا اليوم مو قلت لك اختلف شو اسمها امير الهدايا حتى ما رجعها ترى رجعها بعدين تصير برقبتي موجودة الهدايا جايبين عليك كلها لكم. أنا بيكلم أبو حوراء. أنا آسف انقطع أقطع الاتصال اللي قطعت الاتصال. إي والله انقطع معاك الخط. أنا الحين بكمل الأخيرات جميلات كلش زين. الحين لحظة شوي أنا بعيد معاك الشعر مرة ثانية عشان مرة واحدة عبد الله رياش المخرج يعطيني لقطات حلوة من العراق والبصرة. تسمعني؟ اسمعك واضح. انا توقعتك انك بتدخل علي في المجلس ما دخلت عليه لكن بحورة والله جيت انا بس قالوا المنتخب موجود شد قريب منك. وين ما جيتني حد والله ما سالت عني انا من شوي. اي سالني والله. والله سالت الوزير من شوي. قال المنتخب موجود خليه يستمتعون. الله يسلمك على رجعت لي. والله انا كان خاطري اني اشوفك. زين يا حبيبي الحين انت جاهز؟ جاهز انا بكل وقت. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم انطلق طال عمرك. يا موقدا من سراج الهم جدوته قف عند ضوء عليه الأرض تنقسم قف عند عين رموش النخل تنسجها نصلا تسربل فيه الحب والخرم قف عند راء ربيع الضوء ينثره حول الفراتين كف الماء والكلم قف عند ألف زمان نام في فمها مدى تقاصر عنه السور والهرم قف عند قاف قراءات لرائعة مدادها الخالدان العلم والقيم عراق أي حروف أنت تملكها جرح تفتح معقود به الألم عراق كل حروف المجد تجمعها في راحتيك فأنت المارد العلم. الله هذه حروف العراق تغنى بها هذا الشاعر. نعم العين والراء والأليف والقاف. من الشاعر؟ الشاعر أمجد السواد من أهالي البصرة. دكتور أمجد والله ونعم والله ونعم. تستاهلون يا أبو حوراء تستاهلون يا حبيبي والله. أنت يعني زرعت يعني حب كبير عند الشعب العراقي وتعرف أنت تلاحظ أثره وغار من عندك يعني واحد يغبطك على هذه المحبة وأنت جدير بهذه المحبة والفوزنا الأكبر هو اليوم لمتنا وجمعتنا بصراحة الحمد لله. وألف ألف مبروك يا أخوي. ألف مبروك. مبارك لنا جميعا. مبارك الله يسلمك. الله يسلمك. تشرفنا. تسلم يا حبيبي. تسلم يا حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الله يبارك فيك.
الله يبارك بك هوار، مبروك لك. شكرا هوار غزوان. بصراحة الدور الإعلامي اللي قامت فيه قنوات الخليجية بصراحة دور كبير جدا، يعني فاق المتصور والمتوقع وحتى فاق الإعلام العراقي بصراحة، نعترف بذلك. يعني دوركم كان كبير جدا، وهذا دين في أعناقنا إن شاء الله سنرده في استحقاقاتكم في أي وقت بإذن الله. هذا يا أخوي مهب دين ولا حاجة، هذا الواجب من الأخ لأخوه اللي إحنا نقومه والله واجب علينا، وإحنا فرحانين لفرحكم ونجاحكم هو نجاح لنا الحمد لله. نتكلم اليوم لما جيناكم شفناكم تعرفت عليكم أكثر، تعرفنا على البصرة، رحنا بغداد، فأنا سعيد جدا إن هذه الجية جينا فيها من خلال المجلس وجينا فيها من خلال كاميراتنا اللي نوثق كل ما شفناه وشافته عيننا من كل شيء جميل في بلادكم. الحمد لله. نقول بس اللهم الله يتمم عليكم، ونقول ان نتمنى ان شاء الله نشوف مشاريع تخدم الشباب، تخدم الرياضه، تخدم الانسان العراقي، تخدم الارض العراقي. وتخدم انت. لا لا. مسؤول. برأيك شيء انا؟ لا لا احنا لا لا مع الوزير ما يصير، انت دوله، احنا تعرف اتحاد اهلي وتعرف انت الفلوس كلها يمك والدعم كلها يمك، لازم تدعمنا بالمرحله القادمه، صح لولا؟ نعم يعني ولا هو يعني للامانه وعدنا بالدعم يعني. انا شوف انا تدري ليش يعني مع عيون بقول لك شغله، بروق شغله انا اوقف معه على طول، يعني هذه الشغله والفيديو اللي بتشوفه هذا كلكم سويتوه انا اليوم متاكد، لكن شوف صرخة الأسد يا معايا أم خطيب زئير الأسد شو اسمه أبو عباس يقول لي ماذا، يقول لي ماذا أقدر أمشي دايبش خطيه، فانقارت أنا قلت له قلت له يعني هيك ما أعرف كلمة قلت له إياها يعني، حتى شوف أبو عباس دايبش يقول لي ماذا أبكي ماذا أقدر يعني ماذا يقدر يتوازن شوية أبو عباس يعني الله يعطيه العافية خطيه يعني، فأنا لزمت شنو خطيه عاطش قدام العالم خطيه ايش في؟ لا احد بتشي لا انت مع الوزير تشبتنا احنا بمباراه ما منتهي احنا بنص الملعب نركض كل ذا جايبين عدنان درجال وين يا شباب؟ ما ابو حيدر قال لي اجيك شو ما اجي خالد انا مالي دخل ترى البارحه جتكم هدايا ماكل الجو انا ما استلمت لا وانا اعطيني الكاميرا انا ما استلمت يا شباب عبد الله الرياشي يم الكاميرا عبي عبد الله اشتغل من اليوم باريس باريس جاليري العراق طبعا جاب لكم هدايا علب موجوده يمي يعني الاليك شريكه والله مو شريكي بالقران مو شريكه ولا مير شريكي مو شريكي والله لك يا اخي والله مو شريكي يعني انا عموما ما استلمت وشكرا شكرا يا اقول لك شنو ايش قلبت على عمي اني يوم عندكم موجودات هسه تدز لي واحد ويا ابو علي هسه صدق تموه ابو عبد الله الشيباني تجي تعال هسه اعطيك اياها بال هذا جاب لي اياها هيك باكيتات من بالغرفه قلت له ايش اسوي عندنا قاعد بالمجلس تعال نرجع حق موضوعنا ايه هسه عبنا ابو باريس جاليري شكرا جزيلا وزير الشباب معاليك نبي دعم حق يونس وربع اللاعبين والاتحاد يعني ايش بتسوون له؟ ها تقصد يعني للشباب دعم له المكافاه له شنو قصدك؟ لا 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 آه مو دعم لا طبعا هاي مسؤوليه هاي مسؤوليه وزاره الشباب هذه ما بيها منه ولا هاي دور وزاره الشباب هي دعم رياضه الانجاز هذا دور مهم جدا لان احنا اذا ما ندعمهم صح بس ما يجيبوا النتائج يقول لك هاي كلها من الوزاره اي طبعا هي فاحنا ما نريد نبقى علينا حجه زين انت مع الوزير احنا بالنسبه لنا يعني قدام العالم ادري لا والله بس احنا شنو ابو جاسم احنا الاختلاف هنا المنظور عندنا ضعيف باتجاه الرياضه انه الرياضه مؤسسه على موضوع ما وثبتت عليه يعني حتى موضوع المبالغ الماليه يعني من تروح مرات نروح نحكي ويا الماليه ونحكي ويا المسؤولين ما يعرفون الرياضه خاصه الاتحاد ايه اوكي خاصه اتحاد كره القدم ايش قد يحتاج لمبالغ لانه يعني احنا الالعاب يمنا صعبه جدا يمكن مع الوزير هسه حس بيها من اجى قريب علينا وده نطلب الاموال يعرف ايش قد نصرف مشكور رئيس الوزراء يعني للامانه قال لنا تجون واللي تحتاجونه واليوم قال احنا داعمين طبعا انا الفيديو ما نزلته موجود يمي قبل لا ندخل المباراه
رئيس الوزراء حلو. قال احنا عندنا خطه واستراتيجيه مع الاتحاد صحيح. العراقي بعيده المدى. زين خلينا نطلع على الهواء. طلع ما يستاهل ابو علي منطي. لا 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 لان حق المجلس مش حق المجلس. لا طلع على الهواء لازم يعني معالي الوزير يعني يستاهلون لاعبين مكافاه عيالكم هذول. لا اكو مكافاه ان شاء الله. يعني مكافاه سخيه. اي مكافاه سخيه. حلو سمعتوا يا لعيبه شلون اشوفك يا خالد. ايوه سمعت خطا خبر رجع طويله الامد شلون شوف انت تعرف تعرف السوشيال ميديا انت مسيطر عليها فتعرف كل هاي الامور. اشتغلنا حسد. والله مو حسد بس انت وابو علم الوزراء موجودين يتسابقون في جلسة إن شاء الله يصيرون تكريم ويستحقون منكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لكل الأخوة من الاتحاد رئيس الاتحاد أعضاء الاتحاد الإداريين كل الأخوة اللي ساهموا في هذا المستوى وإن شاء الله اليوم الفرحة تكون الكل ما شاء الله. لعبوا راحتكم بدو سوى مدرب راح رياضي ها؟ أحلى شيء إحنا عندنا مسؤولين خارج كلهم رياضيين أكثريتهم يعني الأغلبية رياضيين صحيح. إن شاء الله وزير الشباب بالمرحلة الجاية دعم الريدة يعني نحن تدري ليش خارج يقول وزير الشباب كما أنت ما تعرف أساسا ما يسمع تدري ليش لأن وزير الشباب هو ممثلنا بالدولة يعني صح. إحنا الرياضيين هو ممثلنا بالدولة. أساسا أنت تشاورت حتى أنا ما أسمع مغرب مكشوفين الله يحفظكم. أكيد إحنا خالد لا ننسى إحنا نتشرف إنه على وجه وزير الشباب والرياضة أول وجوده ونحصل على بطولة مهمة أنت تعرفها. طبعاً لا قصراً بالوزراء السابقين اللي ما قصروا أيضاً لكن هم متراكمين يمثلون الدولة ونتشرف وإن شاء الله بالقادم يكون أفضل. إحنا نقول الحمد لله وإحنا نقول كلكم يونس كلكم شركاء في هذا الإنجاز العظيم لبلادكم العظيم العراق. عمل جماعي هو كان. أنا بالنسبة لي يعني للأمانة للمرة يمكن الرابعة ها المايك ما تسمع عبد الله هي أحسن لك عطني عطني عارف خليه هيك هذا تسمعني؟ هي. أولا أشكر الأستاذ والكابتن حسين سعيد رئيس الاتحاد السابق وأشكر الأستاذ ناجي حمود رئيس الاتحاد السابق أشكر ملا عبد الخالق رئيس الاتحاد السابق أشكر السيد أياد بنيان رئيس التطبيعية وأيضا أشكر عدنان درجال وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي الحالي وزير الشباب والرياضة السابقة أشكر وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر اللي كان له دور بالبنى التحتية أشكر السيد عبطان اللي كان أيضا له دور مكوكي بالموضوع كأس الخليج والرياضة اي ايضا اشكر وزير الشباب السابق احمد رياض اللي كان ايضا داعم قوي والان ان شاء الله على وجه الحلو وزير الشباب والرياضه السيد احمد المبرقع اللي اعتقد داعم انه اشكر كل من ساهم بهذا الانجاز اشكر كل موظفين الاتحاد اللي صار لهم تقريبا شهر موجودين ويشتغلون اشكر كل اللجان أشكر كل الأندية أشكر كل الاتحادات الفرعية اللي موجودة أشكر كل الأخوان اللي إجوا وساهموا بنجاح البطولة طبعا أكون هناك خالد رجال خفيين يمكن أنتم تشوفونهم بالشرطون هنا ترى احنا عندنا مكتب الموظفين موجود هنا على مدار الساعة عذروني إذا ما قدرت يعني أذكر أحد أو نسيت أحد ملاكات الملاعب كلهم شكرتهم كلهم شكرتهم الملاعب الأمن الشرطة صحيح. الجيش المحافظة الوزارة الحكومة جهات الثانية كلها طبعا نشكر كل أخواننا اللي كانوا موجودين أشكر أخواني أعضاء الاتحاد اللي أعتقد من الصبح لليل يكونون بالملاعب موجودين ودا يتعبون أشكر الجميع أشكر نفسي
انه او احسد نفسي ان انا يونس محمود كنت موجود على راس المنتخب العراقي في هذه اللحظات، ممكن كان يكون احد الزملاء موجود، لكن صار الاختيار علي ان اكون ببطوله الخليج ان انا رئيس الوفد العراقي، واتشرف والحمد لله والشكر رب العالمين. هاي الفرحه يا رب ان شاء الله نبني عليها في بطولات قادمه، واحنا دا نشوف مسؤوليننا صار شويه نوعا ما عندهم طمع في تجرب بعض البطولات اللي نقدر نجيبها ان شاء الله حتى نقدر نتطور ونصل للمراحل المتقدمه. شكرا للجميع، شكرا لكل واحد ساهم في هذا الانجاز. انا وصلت وياكم للختام، انا ما عندي شيء، كل اللي اقدر اقول لكم اياه بيض الله وجيهكم يا اهل العراق وتحديدا يا اهل البصره على الضيافه وحسن الاستقبال. ان بدر منا شيء اعتقد اجت هاي التذكار، سامحونا اعتقد ان التذكار وصلت. حاضر، سامحونا على القصور، وكان ودنا ان نقوم يعني بعمل افضل من اللي انتم قاعدين تشوفونه، ولكن هذا اللي الله سبحانه وتعالى اعطانا اياه من قدره، فلله الحمد والشكر والمنه دائما وابدا. كل عمل قمنا فيه هو بفضل من رب العالمين، ومن ثم انتم سبب تواجدنا اليوم، حبنا للعراق وشعب العراق. الشكر موصول حقيقه لاداره قناتي ومؤسسه قطر للاعلام، وشكر من كل زملائي وربعي واخواني اللي رافقوني من كاس العالم ولا اخذوا اجازه بعضهم وجو على البصره، ويونس محمود صح يونس بعد كان معي في كاس العالم وما اخذ اجازه وراح مع منتخب بلاده، ومعظم اللي عندي من الشباب بعد كاس العالم ما اخذوا اجازه ولكن اشتغلوا معي في خليجي 25. طبعا هو واجب علينا في النهايه، لكن ايضا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فمن بعد الله سبحانه وتعالى دائما وابدا لزملائي واخواني وربعي القائمين على القناه ومؤسسه قطر الاعلام وعلى تحديدا برنامج المجلس اللي لولا الله سبحانه وتعالى اولا واخرا، ومن ثم الجهود في التشغيل في الكاميرات في الاعداد في البرامج في الاخبار في الصوت في الاضاءه في اداره الاستديو في الجرافيكس في التصوير اذا قلتها بقولها ألف مره في المونتاج في التنسيق في الميكروويف في العلاقات العامه في الديكور في الحجوزات في كل من يعمل معانا وبصمت وخلف الكواليس، نقول له ألف شكر وتقدير وتحية. أخواني وربعي في قناة الكاس دائما وما زلت وراح أبقى دائما أرفع لكم عقالي، لأن أنتم شرف، شرف كبير لقناة الكاس وشرف لي أني أنا أشتغل معاكم. تحيات مخرجنا عبد الله الرياشي، وتحيات أيضا أخوي رئيس التحرير محمد الضبعوني وفريق العمل نايف العنزي اسماعيل الشرشني، وايضا عمار علي ما قصر معانا، وايضا الى الاخت رشا البرغوثي اللي ابدعت حقيقه في تجولها في شوارع وازقه البصره. انا المفروض اني اختم ولكن الوزير اصر انه يعطيني هديه على الهواء، فانا باسم الوزير ومني لاسره قناه الكاس نعتبر هذا تكريم خاص جاني من البصره الان لكم كلكم يا اخواني وربعي في قناه الكاس. هذا تذكار على الكاس على الكاميرات اي نعم من وزارتنا خاص ببطوله خليجي 25 بروشور فضه مطلي بالذهب. شكرا ألف شكر. في بس الشكل مالته اذا تشوفه اي يبين على الشاشه بين عندك اي هذا الكاس والنخله وخارطه العراق وكربات ملعب جذع النخله. شكر جزيل شكر جزيل شكر جزيل الله يسلمك الله يحفظك الف الف شكر لك وهذا ايش لا الله يسلمك معي وانا الله يسلمك اذا الله. تسمح لي وترخصني اي نعم بهديك عمله خاصه هذه العمله تم اصدارها بمناسبه كاس العالم. حلو جميل موقع من مصرف قطر المركزي. حلو قيمتها 22 ريال ما شاء الله وهي امتداد الى 2022 والنسخه 22 من كاس العالم. لطيف جميل جدا. تم اصدار منها 6 ملايين عمله فقط او عمله ورقيه تحديدا
فيما يخص ال 22 ريال. وانا من هذه 26 تستاهل 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 جهودك. شكرا جزيلا. هذا الله يسلمك. وهذا الطرف معك. شكرا شكرا. الله يسلمك يا اخوي. شكرا لكم وشكرا لكل الذين ذكرتهم. يعني فعلا كان برنامجكم هو البرنامج الاول ربما، يعني حتى ما نبخس الناس. انا اعتقد هو الاول. انا فرصه اقول كل الاعلام وكل اعلامي واعلاميه، صحفي وصحفيه، مذيع ومذيعه، ومصور ومصوره، وكل كاتب وناشط في السوشيال ميديا وفي اذاعه وتلفزيون وصحافه، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكل من صور العراق في اجمل صوره، وشكرا كل من نقل اخبار العراق باجمل صوره، وشكرا لكل من حب العراق. في العراق يحب الجميع. كنا عندهم اخوان وحسينا ان احنا اليوم ناس من اهل البلد، بل احسسونا او حسينا ان احنا اصحاب الدار وهم اضيوفنا. تصبحون على خير وسامحونا على قصور يا اهل العراق. والله نحبكم وايد. عشاك. اشوفكم على خير.